الشعر، تساقط الشعر، اش من زيوت ممكن السيدات يعملوا؟ مثلا حسنا اللي كانت كتقول لك شرات زيوت حبه السوداء والافوكا والزعتر، كيف قلتي واش مزيان واش ديرها ولا لا؟ تساقط الشعر. اذا بالنسبه للزيوت لا ديال الحبه السوداء ولا ديال الافوكا ولا ديال شنو الزيت الاخرى اللي قالتها اختي سناء، الحبه السوداء والافوكا والزعتر. والزعتر فهما زيوت مزيانه كتفيد كتفيد الجلده ديال الفروه ديال الراس ديالنا، وكتساعد يعني يمكن تستعملهم يا اما تخلطهم كاملين يا اما تستعمل كل زيت بوحده. بالنسبه للتساقط ديال الشعر، المشاكل اللي كيكون ملي كيكون الشعر ضعيف، كتكون الصغبه ما كتكبرش بهذيك الصفه ديالها المنتظمه، فيها مشاكل، كتكون مقصفه، كتكون يعني كنشوفوا الشعر ديالنا انه عيان كما كنقولوا، كتحس بواحد العياء في ديك الشعره ديالنا. اذا غناخذ واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال فلفله خضراء محكوكه، معلقه كبيره ديال زيت القرعة الحمراء، لأن عندها واحد الفوائد كبيرة الزيت ديال القرعة الحمراء، لا بالنسبة للفروة ديال الرأس كتغذيها، لا بالنسبة للبصيلات ديال الشعر كتعاود تحييهم من جديد. إذا نعاود، معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، معلقة كبيرة ديال الفلفلة خضراء محكوكة، ومعلقة كبيرة ديال زيت القرعة الحمراء. كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، كنشقوا به الشعر ديالنا وكنخليوه مده ديال 45 دقيقه ساعه لارو. بالنسبه للمشكل الثاني ان الشعر كيكون كيطيح وخصو ينوض، يعني كاين بعض الحالات اللي الشعر ديالنا ما كاينش عنده داك النمو ديالو الطبيعي، فباش كنفيدو باش كنزيدو في النمو الطبيعي ديال الشعر ديالنا، كناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الخزانه ديال الخزامه، معلقه كبيره ديال القزبور، ومعلقه كبيره ديال الباديان. اذا معلقة كبيرة ديال الخزامة، ومعلقة كبيرة ديال القزبور، ومعلقة كبيرة ديال الباديان. هاد الخليط هذا كامل كنخلطوه وكنطبخوه في نص إترو ديال الماء، ثم كنصفيوه. وهذا المحلول هذا كنخللو به الشعر ديالنا وكنخليوه مدة ديال ساعة، ثم كنغسلوه. لون الشعر اللي كيبدا يتغير، لون الشعر اللي كيبدا يتغير، خاصة أنا سولتها واش كاينة الصبغة ولا ما كايناش، فهذه مسألة طبيعية. أنا في الأول كان قهوي وفي التالي أسود، هذا نتيجة الميلانين اللي عندها، يعني ديك المادة الملونة ولات كتغير في الجسم ديالها، إذا هذا ما عنده حتى شي مشكل. والحالة مثلا إلا كان كيتغير بالمشكل ديال الصبغة، أنه ملي كنديروا الصبغة بزاف كيبقى اللون ديال شعرنا كيتبدل، فمن الأحسن أننا كنبقاو كنستعملوا نديروا الزيت، مثلا الزيت ديال اللوز الحلو، أو نديروا الزيت ديال الخروع اللي كنداوموا عليها واحد ثلاثة المرات في الأسبوع، وكنخللوا بها شعرنا، كنخليوها مدة ديال ساعة، باش كنحاولوا ديك الميلانين اللي عندنا في البشرة ديالنا كترجع للحالة ديالها الطبيعية. بالنسبة للسيدات اللي عندهم الشعر الزائد، كانت أسئلة في هذا الاتجاه، وصفة لإزالة الشعر الزائد، واحد الوصفة سبق لك نصحتي بها المستمعات فيها الحريقة. نعم. هاد زيت الحريقة كيفاش يستعملوها؟ شنو هي المقادير؟ وشحال الوقت المدة؟ نعم، حيت أنا بزاف ديال الناس هذا السؤال هذا ديما كيرجع وكيعاود كيتطرح، خاصة على صفحات الفيسبوك ولا على الإس إم إس ولا على الاتصالات، فماشي الحريقة، الزريعة ديالها هي اللي مهمة. إذن جوج معالق كبار من الزريعة ديال الحريقة، أنا باقي كنعاود الزريعة ديال الحريقة. كناخذوا منها جوج معالق كبار ونص كاس ديال زيت الزيتون، كنخلطوهم كندفيوهم كنخليهم مده ديال يومين تقريبا حتى لثلاث ايام، ماشي مشكل شحال ما خليناهم ماشي مشكل. ثم كنهزوا هذيك الزيت بهذوك الحبوب ديال الحريقه اللي عندنا ديك الزريعه، وكنديروا بها واحد المساج على البلاصه اللي عندنا فيها هذا المشكل ديال الشعر الزائد، وكنخليوها واحد المده ديال ساعه ثم كنغسلوها. مع المده هذاك البصيلات ديال الشعر كيبداو كيخفافوا وكيولي داك الشعر ما كيبقاش كينوض، يعني مع المده كيولي كينقص. يعني وشحال ديال الوقت تقريبا السيده خصها تستعمل هادشي؟ على شحال؟ شهر؟ شهرين؟ تستعملوا حتى تحس بان صافي، حتى تولي كتعطي هذيك النتيجه، لان ما عندهاش مضره وما غاديش تضر لها البشره ديالها، وما غادرش يعني ما عندهاش اعراض جانبيه كما كنقولوا. الصدفيه اللي كتكون في الشعر شفنا انه ممكن تكون بسبب الاعصاب طبعا دكتور عماد. نعم. شنو هي احسن وصفه اللي غادي تفيد بها مستمعاتنا؟ اذا اول حاجه اللي غنهضروا عليها هي الاعصاب. اذا باش نعالجوا هذا المشكل هذا، كناخذوا معلقه كبيره ديال النعناع الصوفي، ومعلقه كبيره ديال مرد الدوش مغجولين، غنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، كنضيفوا ليه جوج كيسان كبار ديال الماء المغلى، ثم كناخذوا كاس صغير في الصباح وكاس صغير في الليل بعد الاكل. اذا هذا ديال الاعصاب. وبالنسبه للصدفيه، كناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الكبريت، معلقه كبيره ديال زيت الزعتر،
ومعلقه كبيره ديال زيت القطران الطبيعي. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال زيت الكبريت، معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، ومعلقه كبيره ديال زيت القطران الطبيعي. كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل وكندهنوا بها الاماكن اللي عندنا فيها هذا المشكل ديال الصدفيه. كنخليوها مده ديال ساعه ونصف، اذا نزيدوا شويه في المده، مده ديال ساعه ونص، ثم كنغسلوا البشره ديالنا. هذه العمليه كنديروها ثلاثه ديال المرات في الاسبوع. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشكل الفطريات، بالنسبه للمشكل ديال الفطريات كناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الثومه، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، ومعلقه كبيره ديال زيت الخزامه. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال زيت الثومه، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، ومعلقه كبيره ديال زيت الخزامه. كنخلطوا هذا الخليط هذا كامل، كندفيه واحد شويه في حمام مريم، وكنخلطوه حتى كنحصلوا على واحد الخليط متجانس. اذا بالنسبه للفطريات اللي كيكون عندنا في الجلد ديالنا، كندهنوا به هاد الخليط هذا كما كنقولوا، وكنخليوه مده ديال ساعات ثم كنغسلوه. وبالنسبه للاظافر فكنحاولوا كنديروا واحد المساج في هاد الاظافر ديالنا، وكنحاولوا نخليوا هاد المحلول هذا فيه اكثر مده، لان الاظافر ماشي بحال البشره. بالنسبه باش ما ننساوش طبعا الاسئله كلها اللي طرحت علينا، الاخت نعيمه اللي كانت كتسول وليد عنده 4 سنين، نعم، عنده احتياجات خاصه، عنده احتياجات خاصه، يعني من اعاقه ذهنيه، نعم. شنو باش تنصحها؟ الوليد عنده بشره في نفس الوقت فيها حساسيه والشعير طب بزاف. نعم، فغتاخذ بدا اولا تاخذ زيت ديال الكوكو، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، معلقه كبيره ديال زيت ديال لافوكا، وتخلطهم وديرهم في حمام مريم يذوبوا وتخلطهم، ثم كتولي كدهن ليه البشره ديالو بهذه الزويت هذه وتخليهم، لان ما فيهمش مضره ليه. اما بالنسبه للشعر ديالو اللي رطب تبارك الله، فهذا نعمه من الله سبحانه وتعالى، وما يمكنش حنا غادي تعطي شي وصفه اللي غتحرش ليه الشعر، هذه ما يمكنش، يعني تحاول انه راه هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى ان عنده الشعر ديالو رطب. عندنا امينه من دار البيضاء اللي كتقول لي عافاك اختي سناء، اعطيوني وصفه لشعري راه ديما حرش. نعم، إذا الشعر الحرش، نعم، ذاك الشعر متقصف، فأنه الدليل أنه ما كيكونش فيه الماء كافي، أن البشرة ديك الفروة ديال الرأس ما كتكونش مشبعة بالماء بزاف، ومما كيعطي من أضرارها أنه الشعر كيكون بهذا اللون هذا. إذا ما تاخذ معلقة كبيرة ديال الزيت ديال لافوكا، معلقة كبيرة ديال زيت البابونج، ومعلقة كبيرة ديال زيت نوار الشمس. تخلط هذا الخليط هذا كامل، وغادي تحاول تدهن به وتخليه مدة ديال ساعة، ثم كتغسله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.